اهلا وسهلا. جاي اسلمك الامانه يا سي مختار. نورت بيتك يا حضره الافوكاتو. كلامك يبقى معايا لو سمحت. حضرتك تتكلمي زي ما انت عايزه يا حماتي، انا اللي عندي قلته لبنتي خلاص. اطلعي اوضتك فوق يا منى. اطلع. سلام الاسلام مريحه. حاضر يا خالي، هوصل. انا هستناك بقى في العربيه يا ماما. ماشي يا حبيبي، مش هتاخر عليك. قصدي ربنا معاك. خليك يا حوده، ما تمشيش. ما تمشيش. خير يا حماتي؟ جاي تعصب بنتي عليا؟ اظن ما يصحش ان واحده مربيه اجيال زي تفكر كده او تعمل كده. انا جاي اقول لك ان بنتك ملك نفسها مش ملكك. اسمها منى مختار ابو المجد. كده هتخسرها. عشان خايف عليها؟ عشان خانقها. معلش، ما حدش بيختار ابوها وامه. النهارده ما حدش بيسمح لحد يختار له حياته، حتى لو كان ابوه او امه. ومش عشان بنتك متربيه وعايزه رضاك تحط لها العقده في المنشار. بقول لحضرتك يا حماتي، تفتكري محمود وهو في السن ده نفسه يقول لك يا ماما لحد النهارده؟ ما تخليك في خيبتك. انا لا جاي احذرك ولا هددك، انا جاي اديك نصيحه لو تقبلها من واحده ست كبيره زي ذات خبره في الحياه. اقبلها طبعا اقبلها، بس خلي بالك من محمود عشان يهمني. خليك في حالك. لو فضلت تخنق في أحفادي زي ما انت عامل كده هيفلتوا من بين إيديك، والحب اللي انت بتقول إن هو السبب مش هيشفع لك. فهمني؟ تصبح على خير. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.